أريد أن أتحدث عن رشيد طاوسي، لكن الزملاء يخبروني الآن بأن الطاوسي مع محمد الفضلي مساعد مدرب الدفاع الحسني الجديدي مع الأخضر النوالي مراسل قنوات بين سبورتس. مساء الخير الأخضر، تفضل لك الكلمة. نعم مهند، انتهت القمة المغاربية بالتعادل الإيجابي، هدف لكل ناد. مباشرة إلى ردود الفعل معي رشيد الطوسي مدرب وفاق سطيف ثم مساعد مدرب محمد فضلي. رشيد أنت الضيف على الجديدة، لكن دعني أبدأ بأهل الدار هذه المرة. محمد فضلي مرحبا، النتيجة تبدو غير مرضية للجديدة، ربما لا نتحجج بغياب التنافسية لأن هذه نفس الظرفية يعاني منها كذلك المنافس وفاق سطيف. هل هي غياب التركيز أم الكرة عندما تدير ظهرها؟ كيف قلتي، المباراة اليوم اللي كانت بين فريقين من شمال المغرب، الكل كيعرف فريق وفاق سطيف، فريق كبير اللي ديما ينافس على عصبة الأبطال. اليوم مباراة كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات، كيف كنا نقدروا ننتصروا، كانوا يقدروا ننتصروا، هما لاعبين الورقة ديال الانتصار والتعادل، يمكن حنا كنا لاعبين الورقة ديال الانتصار. كنشكر اللاعبين اللي قدموا واحد المجهود كبير باش يحاولوا يسجلوا. كيف شتي ضيعنا أهداف فريق وفاق سطيف، ضيع اهداف. اما بالنسبه للتنافسيه فكنظن ان الفريقين بجوج يلاه بادين كيستعدوا للموسم، لا فريق وفاق سطيف ولا احنا فريق جديدي. الكل يوم استمتع يمكن بالمباراه، كانت مفتوحه، كان فيها لو جو، كان تاكتيكيه. سي رشيد كيعرفنا مزيان كيفاش كنلعبوا، عارفنا كنبغوا نسيطروا على وسط الميدان، فهو حاول يعمر لنا وسط الميدان لان كانت تكتيكيه بزاف. والحمد لله نقطه احنا ما اول تجربه لينا، فاحنا كنحاولوا نطوروا ريوسنا من القدام. شكرا جزيلا للكابتن محمد فضلي. مرحبا. الى رشيد. رشيد تبدو الامور نقطه مهمه، وخاصه من الجديد الامور ليست بسهله. فاكيد مباراه من هذا الحجم وخارج الميدان تتبقى نقطه ثمينة، ولكن كتكون هناك حسرة لما كتضيع بعض الأهداف، خصوصا هدفين وفي الشوط الثاني اللي كانوا نقدروا نقتلوا بهم المباراة. ولكن أنا الحمد لله راضي على الفريق، على الأداء اللي قدم، على الإيقاع بالرغم من في بداية الموسم يعني إيقاع كان عالي، وضد فريق في ميدانه ومتمرس. واظن بانه حتى ملي كتغير تلعب في عشب طبيعي وعشب اصطناعي ماشي نفس الشيء، يعني خصك تكون في لياقه بدنيه عاليه. والحمد لله الشوط الثاني كما شفتوا، الشوط الاول سجلنا وكنا كذلك ند الفريق، ولكن في الشوط الثاني شفتوا بانه كان هناك تركيز كبير جدا، وانا حتيت اللاعبين بين الشوطين بواحد الحراره قويه جدا بانه كل واحد يحترم المهام ديالو، وكان احترام ديال المهام وكان منضمين هناك، كنحيي اللاعبين لانهم بهذه الطريقه باش يمكن نمشيو. هذا ديال المستوى العالي هو هذا، يعني خص تقن منضبط تكتيكيا، تكون لا ديسيبلين تكتيك، وتيظهر لي بانه بها باش استطعنا باش نوقفوا يعني وما كانش هناك فرص كثيره بالنسبه للفريق الجديدي الا بالكرات العاليه اللي كتمشي، وحدينا من الفعاليه ديالها من طريق الدفاع اللي كان متراس، حارس المرمى كذلك اللي كان في المستوى، وقدرنا بها حملات مرتده وكرات يعني في سريعه بهجومات سريعه، وكنا نسجلوا. كابتن رشيد الطوسي شكرا. نعم. جزيلا لك. نعم. وعوده اليك زميلي مهند. الشكر كل الشكر لك الأخضر نوالي، وأيضا شكر موصول لمحمد الفضلي مساعد عبد الرحيم طليب مدرب النادي الجديد المغربي، وكذلك للمدرب القدير المدرب المغربي صاحب الخبرات والتجربة رشيد الطاوسي.